هي دي الدنيا اللي بتحلمي بيها؟ هو ده البيت اللي كان نفسك فيه؟ اللي عملتي كل ركن فيه بمزاجك؟ كل ما ابص لونه اضحك وابقى مبسوطه. دلوقتي بقى بيك ابني بيفكرني باليوم المسؤول ده اللي دمر لي حياتي كلها. كل حاجة بقى طعمها مر قوي، حتى القوة اللي جوايا سربت كلها وبقت ضعف. مش من اللي انا بحبه عمال بيحطم فيا وبيقوى عليا اكتر واكتر. اكيد مش ده البني ادم اللي انا حبيته، مش هو. انا راهنت عليه. انا اكتشفت ان انا اخترت غلط. مش ده بس اللي انا اخترته، لا انا كلي غلط في غلط. ايوه انا كل حاجه فيا غلط. اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. يا رب يا اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ماما ماما. ايوه استرها يا رب. انا بكلمها، الموبايل بتاعها مقفول. ده مقفول من بدري قوي. يا ترى انت فين يا بنتي؟ يا ترى انت فين يا نانسي؟ انا امبارح لما عديت عليها في الجاليري جالها تليفون من واحد اسمه كريم. كريم؟ كريم صاحب ادب؟ معرفش، لما سالتها بتكلمي مين قالت لي هقول لك بعدين، بس ممكن جدا يكون هو. كان عايزها في موضوع مهم وراحت تقابله. يا امير عارف كل ده وساكت؟ معلش يا عم انا مش واخد بالي انها معلومه مهمه. كريم ده مش صاحب ادم اللي جالنا؟ ايوه. تعمل ايه؟ هكلمه في التليفون. هو حضرتك تعرف نمره كريم ده؟ ايوه، كان اداها لي لما قابلته في الفيوم. تليفونه مغلق. مغلق؟ طب هتعمل ايه يا جورجي دلوقتي؟ افتكرت، هو كان قال لي انه ساكن في عماره في الزمالك تحتيها مطعم كنت بروحه زمان. يعني حضرتك عارف عنوانه؟ بتهيالي كده.